اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. والنهارده ما هياش طبخه ونص، يا نص ونص. يعني ايه؟ يعني هنعمل ساندوتش وهنعمل سلطه. الساندوتش بتاعنا النهارده بعيش الشباطه اللي بالزيتون مع الجبنه الحلوم والزعتر، والسلطه بتاعتنا بسيطه جدا: طماطم، بصل احمر، زعتر، وشويه زيت سمسم مع الخل البلسمي. نعمل الكلام ده بعد الفاصل. يلا ابقوا معنا. اهلا بيكم بعد الفاصل، ويلا نبتدي. هناخد العيش الشفاطة الاول ونفتحه. وايه نفتحه؟ وهنفتحه خالص، بلاش نعمل زي ايه، زي محلات السندوتشات اللي بتعمل لك السندوتش كانه قال يعني ايه مليان، وهو يا عيني ما فيهوش غير ربعه. هكذا، ها هكذا هكذا، مفتوح خالص، تمام. وبعدين هنجيب الجبنه الحلوم وهناخد منها كده حتت حلوه. اوكي، ونعمل كده. تعالي لي. با 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 با. استنوش عليها قوي، ها؟ وهي سخنة كده ولطيفة نحط عليها شوية الزعتر. اوكي، وبعدين حطها في الساندوتش. هناخد بقى شوية بصل، حلقتين ثلاثة كده بصل. نشيل دي، ناخد ليه بعمل كده؟ ليه ما حطيتش حلقات وخلاص؟ عشان ما يبقاش البصل تقيل، يبقى القطمه فيها ريحه بصل. اوكي، مش عشان ما تقلش الدنيا. هنقفل. اوكي، وهنحط هنا كده ونتقل شويه. لايك بانيني. بسم الله. أوه.
اوكي. ليه بعمل كده؟ انا عايزه يتقدم سخن وعايز احافظ على سخونه الجبنه اللي جوه، اوكي، ويتاكل سخن. مش الغرض ان انا اديله الوان، ولا الغرض ان انا اقرمشه، ها؟ فالحراره لما توصل لجوه هتخلي الجبنه اللي انا حطيتها اوريدي مسخنها تفضل سخنه، وطبعا الدنيا هتلزق في بعضها. لطيف جميل. فرجيني كده. اوكي، هو ده، هو ده كفايه كده. اوكي، طبعا احنا عشان نقدمه هنعمل كده. اوكي، هناخد يا دوبك حدوته صغننه كده من هنا. العكس، عشان ده انا واخد نصه تقريبا متغطي باللي فوقيه، فاحط واحده صغيره، اللي هو كله باين احط واحده كبيره. اوكي، بس خلاص مش عايز اكتر من كده. اوكي، وبعدين شويه خيار وطماطم. اوكي، ونقدم ونقول لكم الهنا والشفا. نطلع فاصل ونرجع نعمل شوية سلطة. ابقوا معنا. اهلا بكم بعد الفاصل. يلا شوية سلطة اللطاف الخفاف. يلا هنشيل دي، ملهاش عزة، وناخد ده كده. اوكي، برضو هنعمل كده. طبعا العيش شباتة تقيل. يعني ايه تقيل؟ يعني بيلكم يعني. ما هوش عيش خفيف، يعني مش زي الباجيت. بقيت عيش فقير جدا، مش عارف بيعبوه غالي ليه، بس هو عيش فقير جدا لان هو ما فيهوش حاجه. يعني هو دقيق، ميه، خميره، ملح، ثانك يو، بس بس صنعه بقى. يعني هو له صنعته بس. اوكي، فانما العيش الفرنساوي قصدي العيش الايطالي والشباتا متموينين، والشباتا بالذات فبيبقى تقيل. هعمل ايه؟ هنعمل كده خالص.
اوكي. اوكي. وهنحط عليهم شوية ملح. كمان شوية ملح. وشوية فلفل. نونا نونا. اوكي. وهنحط شوية زعتر. وهنضغط الكلام ده ببعضه. خلاص؟ اوكي. يلا سيبه بقى شويه على جنب كده وناخد طماطمايه. يا 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 طماطمايه واحده كفايه اكشولي يعني. وطبعا مش معنى ان انا لابس جوانتي ان انا ايه ما امسحش ايدي. قلنا سلطه يعني لازم اكون لابس جوانتي لانه مش داخل نار، فلازم ايه احافظ على الهيجين. يعني الهيجين يعني الصحه الوقائيه او هيجين. هنعمل كده. طبعا لازم تكون الطماطمايه طازه وخضره. خضره مش يعني لونها اخضر، خضره يعني ناشفه. الطريقه اللي بقطع بيها دي بتخلي الترانشات قد بعضها. تحاسبوا بس على ايدكم اهم حاجه. اوكي. طيب ادي الطماطم بتاعتي. بعدين هنعمل كده، ناخد بوله ثانيه ونعمل فيها الدريسنج. اوكي. اللي هو اوكي اللي هو 2 خل بلسمي، 1 زيت سمسم. وبعدين شوية ملح، مش كتير بقى، أنا حاطط ملح ها فمش كتير يعني كده مثلا. الملح هنا مش مطلوب قوي لأنه الحقيقة الحلوم حادقة ومعاه خيار مخلل وبتاع والحدوتة دي كلها، فأنا بس إيه بحيق. غير ان الشباطة اساسا بالزيتون وهو بيبقى يعني واخد ملحه كخبز، يعني مش عايز ازود الملح قوي. وعشان انا عملت كده وعملت اوريدي هنا شويه ملح وفلفل، فانا مش ايه مش هحط ده على ده، هعمل العكس، هاخد ده كده عشان ما اخدش ملحه كله. اوكي كده هنا كده. اوكي. واحط الطماطم. لا استنى، ما تحطش طماطم دلوقتي. فين بتاعت الزيت؟ اهي بتاعت الزيت. نقلب. اوكي. وناخد ايه؟ الطماطم. هنقطعها أرباع، دي نص ودول أرباع.
اوكي ونحطه. وبعدين نقلب وبعدين نغرف. وبعد ما نعمل السلطة ممكن قبل ما تغرفوها يعني او بعد ما تغرفوها براحتكم، بس يعني ايه تستريح نص ساعة كده تلت ساعة يعني قبل ما ايه قبل ما تغرفوها. تمام هنعمل كده نغرف على القد. اوكي وبعدين هنرش رشة زعتر وهنحط عودين زعتر كده على الجنب. يا ولد ونقدم ونقول لكم ايه بقى، نقول لكم تعالى هنا تعالى هيديني لمعة لطيفة ويحسن النكهة زيت الايه السمسم. اوكي ونقدم ونقول لكم بالهنا والشفا واشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم طبخة ونص. ابقوا معنا.